لما غنت نوال الزغبي أغنية لابنتها تيا ديب، ما كانت تتوقع أن تيا راح تنافسها قريباً بالشهرة. لكن نشر تيا مؤخراً لصورة جريئة لها على الإنستغرام حصدت أكثر من 1900 لايك، عشان تثير التساؤلات حول من الأجمل، الأم أم الإبنة. نوال لديها عدد متابعين يفوق 397,000 على الإنستغرام، أما تيا لديها 25,800 متابع. نوال بدورها نشرت صورة تجمعها بتيا حصدت 6200 لايك. تيا بنفس الوقت نشرت صورة لوالدتها حصلت على 2440 لايك. ماريتا الحلاني ابنة عاصي الحلاني هي أيضا في طريق صعود نجمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ماريتا عندها 67,000 متابع على الإنستغرام، أما عاصي فيتابعها 146,000 متابع. أكثر صورة حصلت على الإعجاب لماريتا هي صورة على الإنستغرام حصلت أكثر من 3700 لايك، أما أكثر صورة لعاصي حصلت على الإعجاب هي صورة تجمع بماريتا وحصلت أكثر من 5200 لايك. وبالتالي صعد نجم تيا وماريتا في منافسة. ماريتا الحلاني بنت 17 سنة، تملك 67,000 متابع وموهوبة غنائيا، أما تيا ديب بنت 16 سنة فتملك 25,000 متابع بموهبة لم تكشف عنها، بس اللي بيجمع تيا وماريتا هو حبهم للكلاب.